لو كانت في بلد يحترم حق أبنائه في العيش الكريم لتغيرت حياتها منذ سنوات. مريم خالد ذات 14 ربيعاً ابنة مدينة الرمادي ولدت مصابة بمرض نادر، إلا أن عدم توفير العلاج اللازم لها فاقم من حالتها حتى بات علاجها داخل العراق مستحيلاً. حالة مريم هاي من الطفولة يعني نقول ولادية، بس هسه هاي الأربع سنوات الأخيرة تأزمت أمورها حيل. تأزمت أمورها عشان صار عندها ورم، صار عندها جراحة برجليها، ومن بالنسبة للمعالجة إنها ما خلينا مكان ما رحنا، ما خلينا الشمال جنوب رمادي هنا سليمانية وأربيل الاثنيناتهم دوك هم رحنا. آخر شيء توصلنا يقول علاجها مو هنا، التعب نفسك هنا بالعلاج، علاجها خارج القطر. تشعر الفتاة مريم بقدر المعاناة التي تواجه أباها، فتفضل الصمت على الإلحاح بالمطالبة من أجل علاجها. يعني أشوفهم ما عدهم وما أريد أحرجهم مرات، بس هم يحسون بي، يعرفون من يشوفوني أقعد على صفحة ويشوفوني أبكي، يعني يحسون بي هم، أنا أتأكد هم يحسون بي. ضيق ذات اليد يمنع الأب من معالجة ابنته، فيلجأ إلى أحد النشطاء ليدشن حملة لجمع التبرعات بغية علاج مريم، حملة تنجح في أوساط المواطنين بينما السياسيون بطبيعة الحال غائبون. الحمد لله لقيت تجاوب جدا كبير من المواطنين، يعني ولا السياسيين هاي، يعني ماكو أحد أي سياسي طرق بابي أو مدير دائرة، أو فقط إنه المواطنين، لأن أنا مأيس بصراحة من الطبقة السياسية، ولو كانت دعاية انتخابية أنا متأكد إذا أطلق حملة انتخابية لشخص لكان جمعت أكبر مبلغ واللي هو 1 أو 2 مليون دولار. مريم فتاة عراقية تخلى عنها سياسيون يدعون خدمة العراق، بينما بقيت هي وأبوها بانتظار اكتمال المبلغ المطلوب من أجل العلاج خارج البلاد.